الخامسة بتوقيت طرابلس والبداية بالعناوين. سرايا الدفاع تصد هجوما لميليشيات حفتر على منطقة الجفرة، والطيران الأخير يجدد غاراته على المنطقة. قوات البنيان المرصوص تشتبك مع ميليشيات حفتر شرقي سرت، وترصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب المدينة. مظاهرات ووقفات احتجاجية منددة بالقصف المصري بعدد من المدن الليبية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صدت قوات سرايا دفاع عن بنغازي هجوما لميليشيات ما يعرف بعملية كرمة على منطقة الجفرة، وذلك حسب ما ذكرت وكالة بشرى الذراع الإعلامية لسرايا الدفاع. الوكالة أوضحت أن قوات سرايا غنمت مدرعة وعددا من الآليات العسكرية في الاشتباكات، مضيفة أنها تطارد ميليشيات حفتر في الطريق الرابط بين هون وزل. يشار إلى أن منطقة الجفرة تتعرض لقصف مكثف من قبل الطيران الأجنبي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية بالمنطقة. من جهتها أفادت مصادر محلية من منطقة الجفرة بتعرض المنطقة ل14 غارة جوية قام بها طيران أجنبي اعتقدوا أنه مصري، وذلك في الساعات الأولى يوم الجمعة. شهود عيان قالوا للتناصح إن الغارات استهدفت مقار مدنية ومباني خدمية في كل من سوكنا وهون، منها إدارة المرور وإدارة السجون، ولم تتوفر بيانات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. يشار إلى أن منطقة الجفرة كانت قد تعرضت في وقت سابق الأسبوع الماضي إلى غارات مكثفة تسببت في تدمير عدد من المباني الخدمية، من بينها فرع مصرف ليبيا المركزي ومقر الأوقاف وفندق الواحات. أعلنت قوات البنيان المرصوص أنها صدت هجوما من طرف ميليشيات مجرم الحرب حفتر على بوابة 17 شرق سرت. المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أكد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الهجوم تزامن مع استيقافات وهجوم لما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت. وأضاف المكتب في وقت لاحق أن سرايا تابعة لقوات حماية وتأمين سرت بقيادة مفتاح فضيل قامت بعمليات تمشيط واسعة في محيط معسكر السعدي ومطار القرضبية والأودية جنوب السرت بعد رصد تحركات لفلول ما يعرف بتنظيم الدولة. رصدت قوات غرفة عمليات البنيان المرصوص الأربعاء تحركات لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بضواحي مدينة السرت. الناطق باسم الغرفة العميد محمد الغسري قال في تصريحات صحفية إن ما يعرف بتنظيم الدولة يتحركون في أماكن متعددة جنوب السرت وفي وادي جارف وبضواحي بني وليد وطريق بنجيم والفوار وزكير والبغلة. كشفت صحيفة العرب الجديد بدء التحضير لعمل عسكري بري لميليشيات مجرم الحرب حفتر رفقة قوات خاصة مصرية جنوبي وشرقي الأراضي الليبية. الصحيفة وبحسب مصدر من البرلمان المنحل أكدت وصول وحدة من القوات الخاصة المصرية لمعسكر بالقرب من مدينة درنة بهدف دعم ميليشيات مجرم الحرب حفتر لاقتحام المدينة. وأضافت الصحيفة أن أعضاء من لجنة الدفاع بالبرلمان المنحل التقوا قيادات مصرية بهدف إقناعها بتنفيذ عمل عسكري بري لدعم مجرم الحرب حفتر، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية رفضت المشاركة البرية بأعداد كبيرة، مقدمة وعودا بزيادة عدد مقاتلاتها الجوية وتكثيف غاراتها على الأطراف والمدن الرافضة لما يعرف بعملية كرمة. كما قالت صحيفة العرب الجديد إن مصدرا مقربا من البرلمان المنحل أكد أن عقيل صالح سمح للطيران المصري بقصف أهداف داخل الأراضي الليبية بعد طلب من مجرم الحرب حفتر. الصحيفة نقلا عن المصدر ذاته
أضافت أن هناك إجراءات فعلية الأيام القادمة لعقد جلسة علنية في طرابلس تجمع أكثر من 60 نائبا للإعلان عن إصلاحات جذرية في البرلمان المنحل، من بينها تعيين رئيس جديد. ورجح المصدر أن يتم الكشف خلال الجلسة عن الكثير من الاختراقات التي كان يتفرد بها صالح، والقرارات التي كان يوقع عليها بشكل مخالف للقانون كشراء السلاح والموافقة على وجود عناصر أجنبية وعربية ضمن القواعد العسكرية الليبية. وصف المرشح السابق لرئاسة الحكومة عبد الباسط قطيط الهجوم الذي شنته مصر على ليبيا، الهجوم الذي تعدى مرحلة انتهاك السيادة إلى مرحلة الاحتلال. ورأى قطيط أن العدوان المصري يسعى إلى قضم أجزاء من التراب الليبي، مشيرا إلى أنه تابع خلال الأونة الأخيرة تصريحات متكررة لرموز مصرية تمهد لذلك وتؤكد تبعية برقة قديمة لمصر حسب قوله. واستنكر قطيط صمت البرلمان المنحل والرئيسي المقترح تجاه هذا العدوان، مطالبا برفع شكوى إلى الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ بحسب تعبيره. من جهته نظم أهالي مدينة درنة عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف الجوي المصري على المدينة واستمرار حصارها من قبل ميليشيات يعرف بعملية الكرم. المتظاهرون أصدروا بيانا أدانوا من خلاله عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط مدنيين، كما حملوا مجلس النواب المنحل والمجلس الرئاسي المقترح المسؤولية الكاملة مصير الأهالي. كما نشد المتظاهرون المنظمات الحقوقية والإنسانية للاطلاع على الأوضاع التي تشهدها المدينة. ونستنجل ونستنكر بأشد العبارات العدوان المصري الغاشم المتمثل في الغارات الجوية على مدينة درنة، كما ندين العملية الإرهابية الإجرامية من حلف أحباب بمصر، ونحمل مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والبعثة الدولية بليبيا والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة عن أي هجمات أو غارات تتعرض لها المدينة مرة أخرى، وعليهم اتخاذ الإجراءات العاجلة بمنح تكرر هذه الأعمال التي تتضارب مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وترفضها القوانين الإنسانية وتعتبر انتهاك صارخا للسيادة الوطنية الليبية. كما استنكر أهالي مدينة جراء التدخل المصري السافر في ليبيا باستهدافها للمدن الليبية. أهالي جراء وخلال وقفة احتجاجية لهم عقب صلاة الجمعة أكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يجري من انتهاك للسيادة الوطنية الليبية، مؤكدين أنهم سينصرون إخوانهم في درنة والجفرة بصد العدوان الأجنبي حسب تعبيره. ودليل ذلك تجريدة حبيب، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، دم الشهداء ما يمشي شباب، 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 دم الشهداء ما يمشي شباب. يا درنا مش بروحك، نحن ضمادين جروحك، يا درنا مش بروحك، نحن ضمادين جروحك، يا درنا مش بروحك، نحن ضمادين جروحك، يا درنا مش بروحك، نحن ضمادين جروحك. نستنكر استنكارا كبيرا على اخواننا في مصر لدخول من الحدود والاجواء الليبيه، ونحن واقفين مع اخواننا في درنا، والتاريخ يعيد نفسه، احنا مع درنا دائما واولا، واخواننا في الجفره، واي اعتداء خارج عن ليبيا احنا نوقف صف واحد. كما شهدت مدينه الزاويه الغربيه الجمعه وقفه احتجاجيه تنديدا بالقصف المصري على مدينه درنا. المتظاهرون رفعوا شعارات عبروا فيها عن رفضهم التام للتدخل الأجنبي، كما طلبوا بوقف القصف على مدينة درنة. هذا واستنكر المتظاهرون فرض الحصار على درنة وتجويع أهلها، وطلبوا بفك الحصار على المدينة. التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينما ينصرف المسلمون في هذا الشهر إلى مزيد من العبادة وتلاوة القرآن الكريم، ينصرف فريق محسوب على هذا الوطن
إلى مزيد من العداء والتهديد بالهلاك والثبور لأبناء الوطن، لأبناء الوطن والدين. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد استعان ذاك الفريق على أبناء هذا الوطن بمرتزقة وطائرات من خارج البلاد، علهم ينصرونه فينتصر على الوطن بإخضاعه تحت حذائه. إنما نشهده هذا اليوم أو هذه الأيام من قصف على مدينة درنا ومدن الجفرة بطائرات مصرية لهو جريمة لا يمكن السكوت عنها ولا تسقط بالتقادم. الله أكبر! الله أكبر! وإن أهالي وثوار ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة الزاوية يحملون السلطات القائمة في الدولة المسؤولية الكاملة على عن سلامة المواطنين وأرزاقهم ومقدمات. استنكر المجلس البلدي والمجلس العسكري نالوت واتحاد مؤسسات المجتمع المدني ومجلس شورى نالوت أعمال المخابرات المصرية رفقة السلاح الجوي المصري من انتهاك للسيادة الليبية وعدوانها على مدينتي درنا والجفر من قصف للأحياء السكنية واستهداف للمدنيين. المجلس في بيان أصدره الخميس أدان فيه الجهات الليبية المتواطئة مع حكومة الانقلاب المصرية في عدوانها على ليبيا بذريعة الحرب على الإرهاب وفق البيان هذا. ونبه المجلس قادة ميليشيات ما يعرف بالكرامة بأن كرامة الدولة الليبية دنست بانتهاك أراضيها قبل القوات المصرية والإماراتية، كما دعا المجلس في البيان ذاته كافة الليبيين إلى لم الشمل ونبذ الفرقة والوقوف معا للدفاع عن السيادة الليبية. السيادة الليبية والعدوان على الأراضي والمدن الليبية من قصف لأحياء سكنية واستهداف للمدنيين، كما ندين بكل قوة الجهات الليبية المتواطئة مع الحكومة المصرية في عدوانها على ليبيا بحجج محاربة الإرهاب، كما نذكر من يقودون ما يعرف بعملية الكرامة أن كرامة ليبيا قد دنست بانتهاك أراضيها من قبل القوات المصرية والإماراتية، كما ندعو حكومة الوفاق إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا العدوان ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإيقاف هذا العدوان العلني. أكد ثوار مدينة نصراتة في بيان لهم الخميس أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل العدوان الأجنبي وهدم البيوت وانتهاك الحرمات الذي تشهده ليبيا من عدة أطراف داخلية وخارجية. وبحسب البيان الصادر عنهم فقد استهجنوا صمت المجلس الرئاسي المقترح وجاء القصف المصري على مدينتي درنا والجفر، أيضا ما جرى في العاصمة طرابلس من انتهاك للحرمات وحرق للبيوت، موضحين في الوقت ذاته عدم رضاهم بهذه الأفعال وأن الرد سيأتي في حينه بحسب البيان. شردمة العدل والمساواة والمرتزقة الشادية جنوبا من خطف وتهجير على الهوية في الغرب الليبي وحرق البيوت مما أدى إلى تدهور حالة المواطن اليومية وعدم الاستقرار، فإن ثوار 17 فبراير لن يقفوا مكتفي الأيدي جراء هذه الأفعال وستكون لهم ردة فعل على هذه التصرفات. فهم بدوره أصدر تجمع ساحات الثورة بزليتن بيانا استنكر فيه العدوان المصري على الأراضي الليبية، معتبرا أن من قال إنهم نصبوا أنفسهم ولاة أمر الليبيين هم مشاركون في هذا الغزو المصري والإماراتي. وجاء في البيان إن ما تتعرض له المدن الليبية وخاصة مدينة درنا من ترويع للآمنين وقصف للطيران المصري بالتنسيق مع مجرم الحرب حفتر هو وصمة عار على الليبيين إن لم يردوا على ذلك بالإعلام وبقوة السلاح، خاصة أهل المنطقة الشرقية. هذا ونشد البيان أهل المنطقة الشرقية بأن ينتفضوا على مجرم الحرب حفتر وعملياتها التي وصفوها بالإجرامية بعدما وصل الأمر للتنسيق مع الجيش المصري لقصف واجتياح الأراضي الليبية. وفي شأن آخر استنكر تجمع ساحات الثورة بمدينة زليتن الاعتداء الذي تعرض له مقر دار الإفتاء الليبية بطرابلس الأيام الماضية. التجمع وفي بيان أصدره الخميس وصف فيه الحادثة بالمذلة على ثوار طرابلس خاصة وليبيا عامة، مطالبا بتوفير حماية لمقر دار الإفتاء وكذلك وضع حد للانتهاكات والتعديات في العاصمة. هذا ودعا التجمع في ذات البيان كافة الثوار لتوحيد ورص الصفوف وردع الانقلاب والتصدي لأعداء ثورة 17 من فبراير.
استنكر مجلس البحوث الشرعية الاعتداء الآثم على مقر دار الإفتاء، معتبرا أنها وصمة عار في تاريخ هذا البلد الذي عرف على مدى العصور بتوقير أهل العلم وحفظ مكانتهم. المجلس في بيان أصدره الأربعاء قال فيه أن دار الإفتاء مؤسسة شرعية تدعو إلى الله على بصيرة وتقوم بالواجب المنوط بها بحكم القانون على وجه قل نظيره في دور الفتوى في كثير من بلاد المسلمين، منبها إلى أن السكوت على هذا البغي والظلم مؤذن بالعقوبة الإلهية. نبهت هيئة علماء ليبيا عامة الناس إلى حرمة المساس بأهل العلم وإذائهم بالقول فضلا عن التعدي عليهم إلى ما فوق ذلك. الهيئة في بيان لها بشأن الاعتداء على دار الإفتاء أشارت إلى أن الدار أنشئت بعد عقود من تغييبها قسرا وصارت مرجعا للناس في أمور دينهم، وذكرت المسؤولون في الدولة بواجبهم في حماية مؤسساتها وكف أيدي العابثين عنها، ودعت الإعلاميين والمدونين وأصحاب الصفحات أن يتقوا الله في دين الناس وأن لا تحركهم المصالح الضيقة والأجندات المشبوهة حسب البيان. فاصل قصير تتابعون بعده. بمدينة نالوت كلية التربية بجامعة الجبل الغربي تقيم معرضا للكتاب. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم من جديد، والآن معنا عبر الهاتف وبالعودة إلى ملف الخاص بالهيئة علماء ليبيا معنا الشيخ جمال الهجرسي الباحث الشرعي وعضو في الهيئة علماء ليبيا. بداية فضيلة الشيخ نرحب بك معنا في نشرة الخامسة، ولو سألتك عن ما موقفكم أنتم كأعضاء لهذه الهيئة من الاعتداء على دار الإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني نستنكر ونحزن لمثل هذه التصرفات الشنيعة تجاه الجهات الشرعية في بلادنا الحبيبة المتمثلة في دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الشرعية. نعم. فمثل هذه المواقف اللامسؤولة يعني لا شك أنها تحزن أي إنسان في قلبه يعني دين ويريد الخير لهذه البلاد. فهذه
هيئة علماء المسلمين علماء عفوا هيئة علماء ليبيا أصدرت بيان قبل أيام تستنكر هذه الحادثة وبينت فيه يعني عظمة حرمة المساس بهذه المؤسسة وهي دار الإفتاء وغيرها من الأماكن الشرعية في البلاد. نعم. أصدرت في ذلك بيانا يوم 4 رمضان بينت فيه يعني مخالفة هذا العمل للشريعة الإسلامية ومخالفته للقوانين المعمول بها في البلاد. نعم. نعم. طيب في رأيك ما هي الأسباب الاعتداء التي تتعرض لها دار الإفتاء وخصوصا يعني اعتداء متكرر؟ أخي كريم، لا يخفى على حضراتكم والمستمعين أن دار الإفتاء تقوم بالدور المنوط بها على أتم قيام، فبعد أن يعني غيبت وقود طويلة عن دورها عن الناس فهي بحمد الله بعد سنة 2011 بعد ثورة فبراير تم اعتمادها كدار رسمية وإصدار الفتاوى الشرعية منها لكي تكون مرجعا لكل الليبيين. دار الإفتاء عندما قامت بدورها فهي تنظر للدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحابي في هذا أحدا. فهي لما تقوم بهذا الدور لا شك أن بعض القرارات أو بعض الفتاوى لا توافق أهواء كثير من الناس أو بعض الناس الذين عندهم أجندة أو عندهم توجهات تخالف توجهات دار الإفتاء الشرعية. نعم. فلا شك مثل هؤلاء لن يعجبهم بيانات دار الإفتاء ولا تصريحاتها ولا كلام القائمين عليها بحكم أنها تخالف مذاهبهم وآرائهم. نعم. طيب كيف تقيم تبعات الاعتداء المتكرر على دار الإفتاء والعلماء؟ إيه لا شك هذا هذا الاعتداء يعني كما ذكرنا في بيان هيئة علماء ليبيا وكذلك دار الإفتاء أيضا والبحوث الشرعية فيها أصدرت بيانا. نعم. بيّنوا فيه حرمة مثل هذا الأمور، فهو حرمته يعني من أكثر من جهة. أولا من جهة أن دار الإفتاء جهة قانونية ومخولة بحكم القانون أن تقوم بهذا الدور، فالاعتداء عليها يعتبر الاعتداء على جهة قانونية. نعم. الأمر الثاني أن دار الإفتاء يقوم عليها نخبة من العلماء ومن المشايخ المعروفين في البلاد ومن الذين هم مرجعية شرعية. نعم. فالاعتداء عليهم اعتداء على يعني من يمثل هذا الدين في هذه البلاد وعلى المرجعية الشرعية. نعم. طيب هنا في سؤالي الأخير، والأمر الآخر وهو يعني الذي فعلا يحزننا أن هذا الاعتداء ليس من عامة الناس أو من دهمائهم، إنما من جهة يفترض أنها تمثل القانون، يفترض من جهة أنها لا تتحرك إلا تحت غطاء قانوني، يعني إما تمثل القانون ونحو ذلك، فأن تفعل مثل هذه الأشياء ودون أن أي مرجعية قانونية أو سبب قانوني يبرر فعلهم، فهذا لا شك يعني مما يحزن له ونرجو أن لا يتكرر، وخاصة أن هذا هو الاعتداء الثالث على دار الإفتاء. نعم. طيب في سؤالي الأخير هنا، ماذا تقول الإعلام المحرض على دار الإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؟ والله يا أخي الكريم، نحن يعني ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن هؤلاء يعني لا ندري هل هم يتكلمون بعلم أم بغير علم، يعني نقول لهم هل دار الإفتاء التي أنتم الآن تحاربونها هل هي التي يعني إذا كنتم أنتم تريدون إيقاف نزيف الدم فهل دار الإفتاء هي التي تنادي بسفك الدماء أم أن كل فتاواها وبياناتها لإيقاف نزيف الدم في البلاد؟ إذا كنتم تريدون تحسين الوضع الاقتصادي في البلد فهل دار الإفتاء كانت سببا في هذا التدهور الحاصل في البلد أم أن كل بياناتها وفتاواها تصب في هذه في مصلحة رفع هذا الاقتصاد؟ إذا كنتم تريدون حل مشكلة السيولة ومشكلة سرقة المال العام فهل دار الإفتاء تؤيل مثل هذه المشاكل في البلاد أم أن كل فتاواها وبياناتها تنزد بهذه الأفعال؟ نعم. يعني الذي يريد أن يحكم عقله يعرف أن دور دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية، إنما جهة يعني تتكلم بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة وتبين حرمة كثير من الأفعال إذا كان هم يريدون الحق. نعم. إذا كان هم يعني يبحثون عن الصواب، فدور دار الإفتاء معلوم يعني، فمثل هذا الإعلام المغرض أو مثل هذا الدور الذي تقوم به الجهات لا شك أنه يعني أقل ما نقول فيه أنه له أجندات خاصة وله توجهات
يعني لا تريد الخير للبلد، هذا أقل ما نقول فيه، لأن ما رأينا من دار الإفتاء إلا كل يعني إصلاح وكل دعوة للخير وكل يعني نبذ للفرقة ونبذ للعصبية ونبذ للجهوية ولحمة أهل البلاد ويعني الرد على الذين ظلموا البلاد وبيان مواقع الخلل في البلاد لإصلاحها. هذا الذي نعلمه عن دار الإفتاء، ونسأل الله على يعني لهؤلاء الذين يردون على دار الإفتاء أو يتكلمون فيها بغير الحق أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يرزقنا وإياهم الحق يعني. نعم، الباحث الشرعي وعضو في الهيئة علماء ليبيا فضيلة الشيخ جمال هجرسي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. قتل أحد القادة الميدانيين بميليشيات كرمة إثر انفجار لغم أرضي بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي، في حين شهدت المحاور هدوءا حذرا منذ صباح الخميس. مصادر من مجلس شورى المدينة أوضحت بأن محاور القتال بمنطقة وسط البلاد تشهد هدوءا وترقب هذه الأيام في ظل تحليق لطيران الرصد والتجسس المساند لميليشيات ما يسمى الكرم. تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ما تقوم به ميليشيات عملية ما يسمى الكرامة من سرقة ونهب لسوق العرب بمنطقة الصابري في بنغازي. الصفحات ومنها مؤيدة لعملية الكرامة استنكرت عمليات سرقة السوق بعد دخول ميليشيات الكرامة إليه. يشار إلى أن سوق العرب كان تحت سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي لثلاث سنوات. قالت الهيئة البنغازية إن الهدف من إنشائها هو التمثيل السياسي لقضية مهاجري ونازحي بنغازي والدفاع عنهم في المحافل المحلية والدولية. الهيئة في بيان لها أوضحت بأنها تنأى بنفسها عن كافة التجاذبات السياسية والعسكرية التي حدثت بالمنطقة الغربية وهدفها العودة إلى مدينة بنغازي. ودعا البيان السلطات الليبية والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ألا يتجاوزا قضية بنغازي ومهجريها ونزيحها وإدخال القضية في أي تسوية سياسية. استنكر مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة خالد الشريف الهجوم على مؤسستهم التابعة لوزارة العدل، وتقدم بتعازي لأهالي الشهداء الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم بحماية المؤسسة. التعازي بخالص التعازي إلى شهدائنا الكرام الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء واجبهم الوطني في حماية مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة. فقد استشهد 11 حارسا من حراس هذا السجن والعاملين بجهاز الشرطة القضائية والتابع إلى وزارة العدل، وقد قتلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني رحمهم الله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، ونتقدم بتعازينا وتعازي زملائي في المؤسسة إلى أهالي هؤلاء الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جرحانا وأن يفك أسر من مسك وقبض عليه. طبعا لا شك أن الأحداث التي حدثت في يوم الجمعة الدامي يوم 26 من شهر 5/2017 حيث تم الهجوم على هذه المؤسسة التابعة للدولة والتابعة إلى وزارة العدل والعاملين بها جميعهم موظفين في وزارة العدل مسجلين في وزارة العدل لديهم أرقام وظيفية في هذه الوزارة ويعملون منذ سنوات في هذه المؤسسة ويقومون بأداء واجبهم على أحسن ما يرام. وأضاف الشريف إن عناصر المؤسسة استغربوا الهجوم عليهم بالأسلحة الثقيلة وليس للمؤسسة أي صراعات عسكرية مع أي جهة أخرى، ولكن في يوم الجمعة تفاجأت هذه المؤسسة وتفاجأ الحراس المكلفين بحماية هذه المؤسسة ببداية هجوم عليهم وهم لم يخرجوا من مكانهم ولم يدخلوا في أي
صراعات داخلية أو جانبية، وكانوا بعيدين عن كل المشاكل التي حدثت طيلة السنوات الماضية في طرابلس وأعلننا ذلك مرارا، وأعلننا ذلك عدة مرات بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة خدمية تتبع وزارة العدل، ولا تتدخل في أي صراعات سياسية تحدث بين الأطراف السياسية أو العسكرية. ولم يشهد يعني طيلة السنوات الماضية على هذه المؤسسة أن أفرادها قاموا بحملات أو اعتقالات أو توقيف أو بوابات لقبض أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن كان شغلهم المكلفين به من قبل الدولة هو حماية هذا السجن وحماية السجناء الذين به وتقديم الخدمات التي كفلها لهم القانون. كما طالب الشريف الجهات المسؤولة والنائب العام بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسة من نهب وتدمير وسفك للدماء، وتحميل المسؤولية لمن أعطاهم الأوامر بالهجوم. نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذا الهجوم، وكذلك نطالب مكتب النائب العام فهذه إحدى المؤسسات التابعة له بأن يفتح تحقيقا في هذا الهجوم، وأن يحمل المسؤولية عن الدماء التي سفكت فيه وعن الممتلكات التي انتهبت والتدمير الذي حدث لهذه المؤسسة، أن تحمل المسؤولية لمن قاموا بهذا الهجوم ولمن أصدروا الأوامر بالقيام بهذا الهجوم واقتحام هذا السجن. قال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني إن السلع التموينية المتعاقد عليها لصالح الجمعيات الاستهلاكية ومراكز البيع بأسعار التكلفة بدأت في الوصول تباعا إلى مخازن ميناء طرابلس البحري. وطالب الشيباني في تصريح صحفي الأربعاء المواطنين بالإسراع في التسجيل بالجمعيات، مشيرا إلى أن الصندوق حدد 8 من شهر يونيو المقبل موعدا نهائيا لقفل التسجيل والبدء في توزيع الدفعة الأولى من السلع التي وصلت لمخازنه، وضيفا بأن الصندوق حدد سقف التسجيل بالجمعيات ب400 كتيب لكل جمعية، وأشار إلى أنه سيعلن عن أسعار بيع السلع للمواطنين عبر قنوات الإعلام المختلفة بعد تحديدها من قبل الصندوق. تدنى مستويات إنتاج القمح في ليبيا إلى مستوى لا يتعدى 250,000 سنويا، دفع بالدولة إلى استيراد نحو 90% من حاجتها من القمح لسد العجز في إنتاج الدقيق، السلعة الغذائية الأهم بالنسبة للسكان. المزيد في سياق التقرير. مستويات إنتاج القمح في ليبيا إلى مستوى لا يتعدى 250,000 طن سنويا، دفع بالدولة إلى استيراد نحو 90% من حاجتها من القمح لسد العجز في إنتاج الدقيق، السلعة الغذائية الأهم بالنسبة للسكان. في ليبيا التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، يبدو ألا أحد من المسؤولين في الدولة الليبية يولي اهتماما بالزراعة بعد أن تدنت مستويات الإنتاج المتوقعة من القمح، وهو السلعة الاستراتيجية لغذاء عامة السكان في البلاد، إلى نحو 10% من الاستهلاك المقدر بنحو 1.25 مليون طن من القمح. وتشير مصادر محلية أن عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها وتحويلها لأغراض أخرى غير زراعية، إضافة إلى الصراعات المسلحة وانعدام الدعم الحكومي الراجع إلى شح الموارد المالية للدولة، قد أدى كل ذلك إلى تراجع الإنتاج الزراعي خصوصا إنتاج القمح. وبسبب تدني مستويات إنتاج القمح في السنوات السابقة إلى مستويات لا تتعدى 250,000 طن سنويا، فقد اضطرت البلاد إلى سد العجز في إنتاج الدقيق إلى استيراد نحو 90% من القمح من الخارج، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى امتلاك الدولة 40,000 هكتار كمشاريع زراعية مخصصة لإنتاج الحبوب، لكن لا يستغل سوى 10% منها منذ 5 سنوات في ظل عمليات التعدي على أراضي المشاريع الحكومية والاستيلاء على معداتها. وفقا للبيانات الرسمية، فإن الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا تعادل 2.7% من إجمالي مساحة البلاد، ويعمل أكثر من 100,000 مواطن في الأنشطة الزراعية، إلا أن تدني مخرجات القطاع الزراعي
فرضت على الدولة سد العجز من السلع الغذائية بالاستيراد من الخارج وتوفير الدعم السلعي 12 سلعة أساسية، لكن تردي الأوضاع الاقتصادية وتهاوي أسعار النفط إلى النصف أدى إلى تقليص ذلك الدعم بشكل كبير. تجولت عدسة التناصح بأحد الأسواق الشعبية بمدينة ترهونة لمتابعة الأجواء الرمضانية بالمدينة، ورصدت آراء بعض المواطنين في المدينة. نتابع. وندعو الله في هذا الشهر الكريم أن يفتح الله على الليبيين في قوتهم، في حياتهم الاجتماعية، في حياتهم السياسية. ياسر تعبنا من الاختلاف الاجتماعي، وين تكاثفنا الاجتماعي، وين محبتنا لبعضنا. ومفروض حتى في رمضان تنزل الأسعار، تنزل يسبب شهر رمضان في 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 اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. اسعار من 5 ل 12 مثلا زي اول ب7 واول ب8 واول ب5 والربع اول ب10 الربع كان ده الفاز ب5 العسل ب15 العسل الذكاء ب25. شرعت فروع مصرف الجمهورية بترهون المدينة والداوون وترغلات وسوق الأحد خلال يومي الأربعاء والخميس في توزيع السيولة النقدية على المواطنين، وقد حدد مقدار السحب ب500 دينار عن كل حساب جار لزبائن المصرف كسقف أعلى، وتقدر السيولة النقدية التي وصلت لفروع الجمهورية بالمنطقة 11 مليون دينار. يذكر أن كمية السيولة التي وصلت لخزينة المصرف تكفي لتغطية حسابات ودائع الزبائن التي تحت الطلب والموجودة لدى المصرف، والبالغ عددها أكثر من 30,000 حساب. نظمت كلية التربية بجامعة الجبل الغربي نالوت معرضا للكتاب في دورته 7، وتضمن المعرض كتب مميزة وعناوين وموضوعات في مختلف مجالات الثقافة والآداب والعلوم العامة التي تخدم وتفيد الطلاب من محبي القراءة والمطالعة. وشمل المعرض عدة مشاركات من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مشاركات من خارج الكلية. يشار إلى أن هذا المعرض يعد 7 من نوعه بإشراف اتحاد الطلبة بكلية التربية بجامعة الجبل الغربي بمدينة نالوت. نظم جمعية شباب الجديد للعمل التطوعي بسبها محاضرة بعنوان كيف تستغل الأسرة المسلمة شهر الصوم، ذلك بمقر الجمعية بالمدينة القديمة. وألقى المحاضرة الشيخ الطيب عبد الرحمن الواعظ بمكتب الهيئة العامة للأوقاف بمدينة سبها، وتأتي ضمن عدد من الأنشطة الرمضانية التي تقيمها جمعية شباب الجديد خلال شهر رمضان المبارك. اللي كيف يستغفر ما يعرفش كيف هذا يديره، فقلت له كيف يفعل. لكن لو كان أبو هذا الشخص علم أبنائه كيفية الاستغفار وكيفية التسبيح وكيفية الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيفية تقديس الله سبحانه وتعالى لما كان لهذا.
طبعا اليوم احنا كان عندنا محاضرة بعنوان البيت الإسلامي في رمضان، وهذه المحاضرة يعني تعي يعني تدعو إلى اغتنام ما في رمضان من روحانيات في بيوتنا في وفي ممن هم في رعيتنا. طبعا المحاضرة كانت أيضا تدعو إلى بعض الأنشطة التي يمكن أن يكون يمكن لنا أن نمارسها داخل بيوتنا، مثل قراءة القرآن ودراسة الحديث ودراسة الفقه والأذكار مع الأبناء ومن هم في الرعية. أيضا كان لهذه المحاضرة التنويه على ما في رمضان من فضائل وما فيه من خير عميم من في عبادات من قيام كقيام الليل مثلا وكقراءة القرآن وتلاوته بالتدبر وما غيره إلى ذلك. كانت هذه وفي الخبر الأخير لهذه النشرة، حيث وصلت شاحنات محملة بالمساعدات المقدمة من اللجنة الدولية بالتنسيق مع الأمانة العامة للهلال الأحمر إلى مدينة كفرة جنوبي شرق البلاد. وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع الكفرة حمد الشائب في تصريحات صحفية الجمعة إن المساعدات التي تسلموها تتمثل في مواد غذائية ومواد تنظيف، لافتة إلى أن الهلال الأحمر سيباشر توزيع هذه المساعدات خلال الأيام المقبلة على الأسر من ذوي الدخل المحدود. وختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين: سرايا الدفاع تصد هجوما لميليشيات حفتر على منطقة الجفرة، والطيران الأخير يجدد غاراته على المنطقة. قوات البنيان المرصوص تشتبك مع ميليشيات حفتر شرقي سرت وترصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب المدينة. مظاهرات ووقفات احتجاجية منددة بالقصف المصري بعدد من المدن الليبية. كما تابعتم أيضا بمدينة لانوت، كلية التربية بجامعة الجبل الغربي تقيم معارضا للكتاب. ختام النشرة في رعاية الله.